الحقيقة أولا دعنا نتفق على نقطة سبقا أكدناها أنا وأنت أستاذ أحمد في حلقات سابقة، أنه إسرائيل لن تسكت. يعني إسرائيل واضح جدا أنها مستمرة في إيقاع الأذى بالجانب الإيراني من الداخل. إيش قد حجم هذا الأذى؟ للأسف الشديد هذا ما لا أستطيع أن أعرفه. يعني هل تمثل العمليات الإسرائيلية المستمرة في الداخل الإيراني عمليات إزعاج فقط أم فعلا خسائر على مستوى حقيقي في داخل إيران؟ للأسف الشديد بسبب عدم وجود شفافية من الجانب الإيراني لكي نعرف حقيقة نتائج هذه العمليات، نحن عاجزين عن تقدير هذا الموضوع. ربما الإسرائيليين يعرفون ذلك، يعني يعرفون هم إيش قد أوقعوا أذى بالإيرانيين وإيش قد لم يوقعوا، أعتقد ذلك إلى حد ما. فهي مع الأسف تتركنا في مرحلة من الغموض في هالقضية. بالنسبة لموضوع الجانب الأمريكي في العراق، يعني الحقيقة يعني أي كانت التبريرات التي تضعها إدارة بايدن أمام أنفسها في تبرير قضية تجاهلها للإهانة المستمرة لها في العراق، لا أعتقد أن هناك تبرير يكفي ذلك، لا أعتقد ولا أوافق على أن هناك تبرير معقول لذلك. المشكلة الرئيسية أنه وصلت إلى الحد القضية أن السفارة الأمريكية أصبحت تدافع عن نفسها. يعني السفارة الأمريكية هي من تقوم بإحباط هجومات الدرونز وهجومات الصواريخ وإلى آخره في آخر عملية كما تذكر حضرتك. إحنا وصلنا إلى مرحلة، أو الولايات المتحدة الأمريكية وصلت لمرحلة في العراق أصبحت تتلقى فيها الضربات وهي يعني راضية مرتاضة، يعني خصوصا وأن بايدن سحب من نفسه القدرة على الرد. يعني هذه قضية غريبة جدا. تذكر حضرتك قبل فترة لما صدر قرار بسحب تفويض الرئيس الأمريكي من القيام بأي ضربات عسكرية داخل العراق، سحب من نفسه قدرته على مواجهة الإيرانيين. وطبعا أريد أن أتكلم عن نقطة أستاذ أحمد جدا مهمة. تفضل. قبل فترة ضجت مواقع التواصل العراقية عن مجيء قوات أمريكية واجتياح قوات أمريكية مرتقب للعراق وعمليات إلقاء قبض على رؤوس النظام، نفس المعزوفة اللي تتكرر كل مرة من الإشاعات. وطبعا أنا يعني أناس معينين أنا أثق تماما بآرائهم وبأحكامهم، هم من فاجأوني بهذه الأخبار. والله أنا متأكد أن هذا الكلام لا يمكن أن يكون صحيح، مع ذلك قد يكون أنا مخطئ، يعني قد يكون. فبعد جلست أبحث وإلى آخره، تبين أن هناك قوة أمريكية مكونة من 4000 مقاتل جاية تستبدل قوة أمريكية أخرى موجودة في المنطقة. وطبعا هذه القوة الأمريكية القادمة سمعتها في التاريخ أنها هي القوة التي بالصدفة ألقت القبض على الرئيس العراقي السابق صدام حسين الأسبق، فبالتالي هي لها سمعة معينة في العسكرية الأمريكية إلى آخره. وهذه القوة من 4000 شخص سوف هي تقوم باجتياح العراق وتقوم بتبديل النظام وإلقاء القبض على الميليشيات، بل وصلت بعض المواقع إلى حد تحذير العراقيين أرجوكم ابتعدوا عن مواقع الميليشيات لأنها ستقصف وتدمر كلها. حقيقة يعني أجد نفسي عاجز عن تبرير هذا النوع من التخاذل الأمريكي في العراق أمام التغول الإيراني. طبعا أنا مرة ثانية أنا لست معنيا بأنه أطلب من الأمريكان أن يردوا أو لا يردوا، هذا وطننا، إحنا من يجب أن نتحرك به. لكن أنا يعني على الأقل أقوم بالتساؤل، كيف بقوة عظمى مثل الولايات المتحدة الأمريكية أن تتلقى الإهانات تلو الإهانات مثل هذه في العراق وتمضي في طريقها غير مهتمة؟ ويبدو لي حتى الرأي العام الأمريكي لم يعد يهتم يعني حتى بالموضوع. يعني نحن كنا نشكو في العراق دائما أن الرأي العام العالمي ليس مهتما بدمائنا كعراقيين، الآن أنا أصبحت موقن بأنه حتى ليس مهتما بسمعة دولته، سمعة الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تقصف الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل أسبوعي، لا أريد أن أقول يومي، بمعدل أسبوعي القواعد الأمريكية، السفارة الأمريكية، المواقع الأمريكية المختلفة، تقصف عيني عينك بشكل مستمر وبشكل شبه مكشوف من قبل ميليشيات. يعني يا ريت لو تقصف من قبل دولة أخرى،